السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. اتجه الشيخ عبد الحميد بن باديس إلى تونس في جانفي من العام 1910، وعمره حين ذاك 21 عاما، أين استقر في جامع الزيتونة ليدرس سنة ونصف. نال بعدها شهادة التطويع، ثم مكث سنتين في التدريس والدراسة والتحصيل حتى أنهى دراسته بما يعادل الشهادة العالمية. في الأيام التي مكثها هناك أدرك الفرق الشاسع الموجود بين البلدين الجزائر وتونس من حيث الدين والتعليم والحرية والصحافة. كي يوصل هو لتونس يصيب الجو اللي في تونس والجو اللي خلاه في قسنطينة زي آخر. اللغة العربية موجودة، الحكومة كاينة، أقول كان شبه حكومة، الصحافة العربية مسرحة. في تونس ابن باديس عاشر ورأى وخبر ما يقع في تونس من حركات وطنية ودعوة إلى التحرر والاستقلال، وكان صديقا حميما للشيخ عبد العزيز الثعالبي صاحب الحزب الدستوري القديم الذي كان مكافحا ومناضلا، كما درس أيضا على بشير صفر التاريخ. وبعد أن تم دراسته في جامع الزيتونة عاد إلى الجزائر في شهر جويلية من العام 1913، وهو مفعم بالحيوية والنشاط، همه نشر التعليم والتوعية. عاد بعد 3 سنوات ونصف، يعني تقريبا 4 سنوات من دراسة هناك. ولما عاد ابن باديس كان أول عمل قام به هو التعليم. هو يصرح أن شأنه الأكبر في عمله إنما هو بث المعرفة والعلم والتربية والوعي، فبدأ بتلاميذ الكتاتيب الصغار، ثم لما ألقى درسا في الجامع الكبير في قسنطينة في شرح كتاب الشفاء للقاضي عياض منعه مفتي قسنطينة في ذلك الوقت، منعه المفتي، طلب من راح الوالد رحمه الله وقال له راه منعوني باش نقري في الجامع الكبير، جاب له رخصة باش يقري مدرس حر في الجامع الأخضر. والده كانت له سمعة وكان عضو في المجلس العمال المالي في قسنطينة، فاستصدر له إذنا بأن يعلم في الجامع الأخضر. استغل ابن باديس تلك الرخصة الشفوية وانطلق في التدريس، ولم يمض على نشاطه إلا 3 أشهر حتى قرر الذهاب في أكتوبر من العام 1913 إلى الحجاز لأداء فريضة الحج. قبل الحرب العالمية الأولى بعدة أشهر، لأنه انتقل من قسنطينة إلى الحج سنة 1913. لما انتهى من مناسك الحج توجه إلى المدينة المنورة، والمدينة المنورة يبدو أنه توجه إليها في بداية في الشهر جانفي 1914، حيث التقى بشيخه حمدان الونيسي الذي فر من فرنسا واستقر في المدينة المنورة. الشيخ حمدان الونيسي قعد عنده شهر رمضان كان، وفي هذيك المدة اللي كانت لما في البقاع المقدسة لقيه الشيخ بشير البراهيمي رحمهم الله جميعا، وكانا يسهران في الليل كثيرا ويتداولان الأمور والأوضاع في الجزائر، وكيف يمكن أن يتخلص الشعب الجزائري مما يعانيه من الاضطهاد في دينه ولغته وتاريخه وثقافته. منذ تلك الليلة بدأ التفكير في كيفية تجسيد هذه الجمعية وإعطائها المعالم الأساسية التي تمكنها من أن تكون فعالة. يذكر الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى أن ابن باديس عندما حج والتقى به في بلاد الحجاز كان يتسامران إلى الصبح،
وهم يتحدثان عن قضية الجزائر وعن الهم الذي يجب حمله. وفي هذا المرحلة يقول الشيخ الإبراهيمي تخمرت في أذهانهم على ضرورة إنشاء إطار يجمع كل علماء الجزائر ليقوموا بواجب الدعوة إلى الله عز وجل ومقاومة فرنسا. فهالناس بدأوا يفكرون في جمعية العلماء، ما راحوش يطوفوا بالكعبة وبركات، لا، قلبهم معلق بباب وطنهم. ابن باديس رحمه الله كان بين أمرين، هل يبقى في الحجاز أم يعود إلى الجزائر؟ هناك شيخه حمدان اللونيسي نصحه بأن لا يعود إلى الجزائر، وهذا الشيخ كان يعني يدرسه في الجزائر والتقى به هناك في الحجاز. هناك شيخ آخر وإمام وهو أحمد حسين الهندي، هذا من شيوخه في الحجاز، نصحه بأن يعود إلى الجزائر. الشيخ بن باديس رحمه الله تعالى أخذ بنصيحة هذا الإمام الهندي. عاد الإمام بن باديس إلى مدينة قسنطين حاملا اللواء العلمي، وانتصب للتدريس في المسجد الأخضر وبدأ في تكوين طلبة. في ربيع 1914 جاء إلى مقر سكناه واندمج من جديد في المسجد سيدي الأخضر، واستمر في هذا الجامع، وأحدث ما سماه بصندوق الطلبة للتبرعات لإقامة الطلبة وإطعامهم، وكان بعض التجار يطعمون في المطاعم بعض الطلبة ويتبرعون، ولذلك استمر في التعليم حيث كان ينشط حلقات التدريس من الفجر إلى ما بعد العشاء. استمر ابن باديس في عمله المتمثل في التربية والتعليم، وأدرك عندها بأن للصحافة أهمية كبرى في نشر مبادئها وانتقاد الأوضاع الاجتماعية والدينية والسياسية التي كانت سائدة، فقام بالاشتراك مع عبد الحفيظ بن الهاشمي في تأسيس جريدة النجاح سنة 1919، ونشر فيها بعض المقالات التي تعالج الدين والمجتمع، وتصدى في الكثير من المرات للطرق الصوفية القائمة على البدع والخرافات. وفي سنة 1922 جاءه السؤال عن بعض ألفاظ قصيدة كتبها أحمد بن علوى المستغالمي الصوفي صاحب الطريقة العلوية، فيها سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب الإمام ابن باديس برسالة بعنوان جواب سؤال عن سوء مقال. قال الشيخ أحمد حماني في كتابه صراع بين السنة والبدعة، وأرسل بها إلى كبار علماء تونس والجزائر والمغرب، فاطلعوا عليها ووافقوا على ما جاء فيها وضللوا من فاه بمثل هذا الكلام، وكانت صدمة عنيفة أصابت الطريقة العلوية وشيخها. في هذه المرحلة بدأ العلماء والمشايخ الذين كانوا خارج الوطن بالعودة إلى الجزائر، وكان ابن باديس قد سبقهم وأدرك مستوى الجهل الذي انتشر في أوساط المجتمع الجزائري، لذلك قرر بأن يستعمل كل ما يفيد المجتمع من تدريس وتعليم وكتابة، وظل يدرس ويعلم ويكتب في الصحف هو وجميع إخوانه الذين عادوا إلى هذا الوطن ودرسوا بعدما تحصلوا على دراسة وعلى علم وتمكنوا من العلوم الإسلامية وعادوا إلى بلاد الجزائر. بعد رجوع هؤلاء العلماء إلى الجزائر قاموا بواجبهم كل في ولايته، مشتغلين بالتربية والتوعية والتعليم. لاحقا في سنة 20 الشيخ الباشر الإبراهيمي والشيخ طيب العقبي، وهذا كان يعمل في سطيف والآخر في سيدي عقبة وبسكرة، ثم لاحقا الشيخ العربي تبسي مبارك الميلي رجع من الزيتونة. وبعد مضي ما يقرب الأربع سنوات وهم متفرقين في الولايات ومشتغلين بالدعوة، رأى الإمام ابن باديس في أول خطوة
أن يجمع العلماء في تنظيم أطلق عليها اسم الإخاء العلمية. الشيخ عبد الحميد بن باديس كان يحاول منذ البداية لجمع شمل العلماء. حاول الشيخ بن باديس في 1924 في زيارة للشيخ البشير طلب منه أن يؤسس قانونا أساسيا لجمعية الإخاء العلمي. يقول الشيخ البشير الإبراهيمي: زارني ابن باديس في سطيف وطلب منه إنشاء جمعية وسماها الإخاء العلمي. فالبشير الإبراهيمي كتب قانونا أساسيا لهذه الجمعية كما يذكر هو ذلك، ولكن الله سبحانه عز وجل لم يكتب لهذه الجمعية أن تخرج إلى الوجود. شوشت عليه فرنسا في هذه، هو في شوشت عليه فرنسا وبعض شيوخ الزوايا أيضا، ولم يتمكن من إنشاء هذه الجمعية العلمية في هذا الوقت هذا يعني، واستمر يعمل. بعدها واصل الإمام ابن باديس نشر مقالاته الصحفية في جريدة النجاح، ثم لما رأى أن هذه الجريدة غير قادرة على إسماع صوته بكل حرية تركها وفكر في إنشاء صحيفة خاصة بها يستعملها في نشر الدعوة والوعي. وأول ما قام به هو شراء مطبعة لطبع جرائدها. وظهر له باللي باش تكون صحفة حرة لازمها مطبعة حرة. في 16 أبريل 1925 أسس المطبعة الجزائرية الإسلامية. استعمل مطبعة اشتراها، وكان زوجته ساهمت ببيع حلية مطبعة العربية الإسلامية. ولم يمضي على شراء المطبعة إلا القليل حتى أنشأ جريدة أسبوعية تصدر كل خميس باسم المنتقد. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.